وسهلا. جناح وزارة الثقافة والفنون والتراث من دولة قطر يضم العديد من إصدارات الوزارة التي تختص بالثقافة والروايات والشعر، كما تحرص وزارة الثقافة على المشاركة دائما في معرض تونس الدولي للكتاب، بسبب جمهور التونسي الشقيق يحب أن يتعرف على الكتب القطرية والثقافة القطرية والتراث، والحمد لله لقينا أقبال جيد من القارئ التونسي، والحمد لله يعني هناك كتب كثيرة عجبتهم، الحمد لله على كل حال. ونشكر إدارة المعرض على حسن تعاونهم معنا وتقديم كل شيء يعني طيب لنا. شكرا.